عندنا كسكسي بالسجق او بالصدق. عندي كسكسي وصدق بلدي، وعندي بصل وتوم، وعندي فلفل الوان وكرفس وفلفل حار وطماطم وجوزة الطيب جزر، عندي قرفة ملح وفلفل ومرق سمنة كريستال الصفرة. طيب كل الكلام ده جميل وحلو زي الفل، كل الكلام ده جميل وحلو زي الفل. انا عايز احمر الكسكسي بتاعي الصدق قبل ما احط له اي حاجه عشان يطلع معايا جميل. هنديله شويه زيت الاول وبعد كده نخش هنشوف هنعمل ايه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم اهو. عايز احمره الاول. بعد كده نجيب البصل بتاعي مع الثوم مع الكرفس مع الجزر. بعمل له صدمة كده عشان يبقى ليه شخصية. يا ست هالة سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازاي حضرتك يا ست شيرين؟ كل سنة وانت طيبة يا ست هالة. وحضرتك بالصحة والسلامة. أنا يا فندم أدمنت حضرتك وبتقمص شخصية حضرتك وأنا واقفة في المطبخ. الصباح لنا على عيون حضرتك. الله يخليك يا فندم، أنا ليا سؤال بس ممكن؟ على عيني يا فندم. أنا عايزة أعرف ليه ما بعمل الكوبيبة أنا بعملها وبحطها على بخار عشان أحطها في كيس وأحطها في الفريزر. ليه بتفك مني بقى لما باجي أحمرها؟ مين قالك إنك تحطها على البخار ومين قالك القصة دي؟ هي واحدة صاحبتي بصراحة. خلاص خليها تشيل الليلة. يعني إزاي يعني تحمريها على البخار؟ وإزاي تحطها على البخار؟ إزاي؟ لا يصلح. انت صبعي الكبيبه بتاعتك وحطها في الفريزر ساعه، بعد كده شمعت معاك وحطها في كيس بلاستيك ودخليها الفريزر. تطلعها من الفريزر تقليها وهي مفرزه. لكن بخار وبتاع، ما البخار خلاص فتت الانسجه بتاعتها، بوظ الليله. لا لا غلط غلط. معلش سامحيني انا اسف. مع احترامي للست اللي قالت لك يعني معلش، يمكن هي بتعمل الكبيبه بلاستيك ولا حاجه. ولا قصدك توقعك مع الراجل ولا ايه نظام الدنيا مش عارف انا. ما هو النهارده بقى عدوك عدو مهنتك، يلا. تقول لك ده بتعمل احسن مني، يبقى وقع الدنيا مع بعضيها عشان خاطر ما بعرفش اعمل زيها. صباح الفل على عيون حضرتك. ما تسمعيش كلام حد تاني. ما انا عندي مفيده عايزه توقعني طول النهار. بس انا بقى ايه؟ ما تخافش عليا. يعني انت ابراهيم عايز توقعني في مفيدة على الصبح؟ يعني انت بتقولي بس يا عم ابراهيم. لا لا كده انا برضو انت عايز توقعني. احنا صايمين وصباح الخير، مفيش داعي نجيب سيرة حد في حاجة.
هتوقعنا تاني مع الولية؟ هتوقعنا تاني مع البنية؟ طيب عم ابراهيم مش عايز يسيبني في حالي، عايز يوقعني في الست. يا عم محمد. الو يا حمادة. ايوه ازيك يا جميل؟ الحمد لله. امورني يا عسل. انا عاوز تتبيلة الفراخ المشوية. عندك بصل، طماطم، زعتر، خل، سكر، ملح، فلفل، بهارات، يبقى البصل والطماطم والخل وكل الكلام ده بضربه في الكبة، بطحنه، بصفيه، بعد كده بتبل فيه الفراخ. عايز تحط له بقى شوية كركم اديله، عايز تديله شوية زبادي اديله، اللي انت عايز تديهوله اديهوله، محدش ليه حاجة عندك. طيب كده الكسكسي بتاعي اهو، وادي السمنة الصفرة، بحط شوية سمنة كده، عايز اسيح الاول، مرة حتى تاني يلا. هنعمل كسكسي زي ما بنقول ايه، زي ما بنعمل الرز بتاعنا. الاول كنا بنحطه على البخار ونحط له ميه ولبن وزبده وحدوته كده مشروخه، وفي الاخر ممكن ما يطلعش معانا صح، لكن احنا بنعمله كده زي ما بنعمل الرز. ست جنى صباح الهنا. صباح الفل عليك يا شيخ. صباح الهنا يا ست جنى، نهارك ابيض ان شاء الله. ان شاء الله نحن وانتو يا رب. يا رب يا رب. كيفك اليوم يا شيخ؟ والله الحمد لله احسن من امبارح. والله كلنا بنحاول نكون احسن. ان شاء الله هنبقى احسن ان شاء الله. صباح صباح الهنا على عيون حضرتك. نهارك نهارك ابيض زي الفل يا ست الكل. صباحك كده زي العسل ان شاء الله. ست جنى بشكرك. صباحي على اللي عندك كلهم يا ست جنى. يا نورهام. الو. صباح الخير. صباح النور. ازيك يا نورهام؟ ازي حضرتك؟ في نعمه يا بنتي والله. حبيت بس اسلم على حضرتك. صباح الفل على عيون حضرتك يا حبيبتي. انا بحب حضرتك قوي، متابع حضرتك من زمان. ربنا يخليك يا بنتي، ما تحرمش منك يا رب. حضرتك ما شاء الله عليك يعني. الله يكبر بخاطرك ويخليكي ليا يا حبيبتي. بس يعني. كل سنه وانت طيبه يا بابا. اشكرك يا بنتي، اشكرك. كده هنا بسيح الزبده بتاعتي او السمنه اهو. حطيت انا مكعب مرق عشان يطعم لي الكسكسي بتاعي اهو. بسخنه على قد ما اقدر. هستأذنكم واخد فاصل وارجع لكم تاني، او ادور المحطة واطلع في حتة. رجعنا بعد الفصل وكده احنا سخنا الكسكسي وننزل عليه بالميه. زي ما بنعمل الرز اهو، زي ما بنعمل ايه الرز. اكله سهله جدا وخفيفه وجميله. كده عندي هنا شوية قرون فلفل بحطه سليم، اشيل بقى كل من هنا.
مي. صباح الخير يا شيف. صباح الخير يا ست مي. بهنيك على برنامجك الجميل وبعزي مصر كلها في شهدائها، وحابه اسال حضرتك عن الرز اللي بناكله في مطاعم الفراخ. ها مطعم فاست فود بيعمل فراخ كده مع رز. حاضر يا فندم، على عيني على عيني. تسلم. تسلمي لي يا فندم، اشكرك، شكرا على اتصالك يا فندم، اشكرك. كده يا ست فاطمه. صباح الخير. صباح الخير يا ست فاطمه. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله والله يا ست فاطمه. ازاي حضرتك عامل ايه؟ كل سنه وانت طيبه يا فندم. كل سنه وحضرتك بخير. كل سنه وحضرتك بخير والاستاف كله بخير. وانت طيبه يا فندم وانت معانا. ربنا يخليك يا شيخ. اتفضلي اتفضلي يا فندم. انا كنت عايزه اسال حضرتك على البط المحشي رز، يعني عندي بطه كبيره بس دايما لما اجي احشيها بيطلع الرز من جوه مش مظبوط، يطلع يا اما معجن يا اما مش عارفه، يعني انا مش عايزه اشويها، انا عايزه اعملها الاول شوربه وبعدين بعد كده اطلعها اشويها تحت الشوايه، بس دايما الحشوه من جوه البط ما بتطلعش مظبوطه يا شيخ، مش عارفه. هل انت سوي الرز بتاعك ثلاث ارباع سوا؟ تمام عظيم. ممكن اعمله برده في الكبد والقوانص كل كل حاجه بطار. كل حاجه تمام. كاننا بنعمل حمام. تمام. كاننا بنحشي حمام. ايوه. يعني انت تحشي تعمل الرز بتاعك ثلاث ارباع سوا مع الكبد والقوانص والمكسرات وحشيها، بعد كده اسلقيها، بعد ما تسلقيها طلعيها حطها في الفرن زي ما انت عايزه، هتبقى زي الفل ان شاء الله. شكرا ليك ست ندى. سلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا ندى؟ ازيك يا شيخ؟ واموري يا ندى؟ بحبك قوي. صباح الفل على عيون حضرتك يا فندم. عايزه طريقه الكنافه. الكنافه هعملها لك دلوقتي. حاضر. انا عايزه طريقه الكنافه. هعملها لك دلوقتي. حاضر. حاجه تانية يا فندم؟ تحت امرك يا فندم، اشكرك. بس ده عايز التحبيشه. معترض نرجع في كلامنا. ربنا يشفيها. ها؟ ست آية؟ يا ست آية. أيوة يا شيخ. صباح الخير عليك يا آية. ألو. صباح الخير يا آية. أمور يا آية. عايزة كنافة وقطايف. نعم؟ الكنافة والقطايف. على عيني يا فندم، حاضر، أشكرك. بتشوفوا لنا اهو ده كده شويه قطايف تحت نعملها للناس نوبك صواب. شويه قطايف كده وشويه مكسرات كده عشان عم ابراهيم عايز يفطر قطايف وكنافه. جاي بيشقينا على الصبح. براحتك يا عم، هو محدش مخرج غيرك. انت حر. انت اللي سايق. طيب. يا عم زياد. صباح الخير يا عم زياد. صباح النور عليك يا شيخ، كل سنه وانت طيب. نهارك ابيض يا عم زياد. انا بس يا شيخ لو سمحت كنت عايز اسال على طريقه عجينه الكريب. كوبايه لبن. ايوه. كوبايه دقيق. تلات معالق زيت، تلات بيضات، ذره ملح، ذره سكر. دي العجينه عندي بتاعه الكريب. بضربهم كلهم مع بعضيهم. بضربها مع بعضيها وبعد كده بجيب طاسة على النار اللي هي ما بتلزقش، الطاسة اللي هي ما بتلزقش، وبدهنها بمادة دهنية، بدهنها بمادة دهنية، وبعد كده بحط عليها غطي سطح الطاسة، مش كتير مش كتير،
وبعد كده بهزها بتتحرك معايا، بضمن عندي بقى ان هي بقت ايه سهل القلبان. بقلبها بتبقى معايا البنكيك. اشكرك على اتصالك. ماريكا يا ريتا. الو. السلام عليكم يا ريتا. عليكم السلام. ازاي حضرتك يا ريتا؟ الحمد لله. واموريني يا قمر. عايز اسال حضرتك عن المكرونه البشاميل. على المكرونه البشاميل؟ اه. من عيني يا روحي. حاضر. بشكرك على اتصال حضرتك. يا ستر العيوب يا غفار الذنوب. شيل بقى كده يا عم عمر. السلام عليكم يا عم عمر. عليكم السلام. ازيك ازيك يا عمور؟ الحمد لله. وامورني رز المعمر. رز المعمر. حاضر يا حبيبي. حاجه تانية؟ لا خليك. بشكرك على اتصال حضرتك يا حبيب قلبي. شكرا يا عمور. عم ابراهيم. مساء الخير يا شيخ. مساء الخير يا عم ابراهيم. الله يخليك يا شيخ. الله يخليك. وامورني يا عمي. الحمد لله. هستأذنك بس في طريقة عمل الستيك. الستيك؟ اه يا فندم. على عيني يا فندم. اشكرك. الستيك يا جماعة هو حتة الانتر كوت. على ضوءها بعمل أي نوع من أنواع الستيك. الستيك بالبيبر صوص. الستيك بالمشروم. الستيك بالهربس او بالاعشاب. الستيك بالمستردة. اي انواع ستيك بنعمله دايما بحتة الانتركوت. بحتة الانتركوت هيطلع معاك احلى ستيك في الدنيا. اشكر حضرتك على اتصالك الجميل. كده هنا يا ست منى. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام يا منى. حضرتك انا بيعجبني اكل حضرتك جدا. نعم؟ بيعجبني اكل حضرتك جدا. الله يخليك يا فندم. اموريني سعادتك. انا عايزه طريقة كباب الحلة. حاضر يا فندم. حاجة تانية؟ لا شكرا. بشكرك يا فندم. كده ادي الفلفل الحراق بتاعي اهو كده. الفلفل حطيته كده حسب الرغبة لان عم ابراهيم بيقول لي ما بحبش الحاجة الحراقة في الصيام. جاي مشغلنا عنده طباخ يديني اوردر يعمل دي وما تعملش دي. طب عشان خاطره بقى هاخد فاصل وارجع لكم تاني. اهو ده المحطة واضرب الحلقة.